شافت العيلتين على باب أوضة العمليات منتظرين المولود يخرج حاجة تفرح اللي بيدعي واللي بتبكي واللي بيصلي واللي بيقول يا رب دقايق وتخرج الممرضة من جوه ومعاها الطفل زغريد بقى وأحضان وبركات وطبعا الخناقة الشهيرة هو الواد شبه مين الأم تطبخ والحما تأكل والأب يطمن ووالد الزوج يشيل حفيده ويدلعه الشقة بتشغي ناس وفي يوم السبوع كل واحد يحط الظرف المتين جنب المولود جواه كام ورقة بمتين وكاتب عليه من بره كلمتين حلوين أحيانا دمهم خفيف وأحيان تانية بنبلعهم ونعتبر دمهم خفيف وبعد ما نرش الملح ونوزع الهدايا كل واحد بيروح لحاله وزي ما بنقول في المثل الشعبي ونفض المول باستثناء الأم اللي بيتقفل عليها باب شقتها مع مولودها من تاني يوم السبوع بتقوم الزوجة من نومها تلاقي نفسها لوحدها لحد يقوم ياخد بإيدها ولا حد يشيل عنها وبتفضل هي ومولودها واللمبة أم نور خافت ملازمين بعضهم نهارهم ليل وليلهم نهار ده غير حالة السكون الكامل في محيط البيت واللي بيفتح ألف باب وباب لدخول الاكتئاب اكتئاب ما بعد الولاده مرض نفسي خطير. كلنا بنبقى عارفين ان هو هيجي وكلنا عارفين ان اعراضه واثاره السلبيه موجوده. بس للاسف مش كلنا بنعرف نتعامل معاه ولا نروضه. وبنسيبه يعبث بصحه ونفسيه الام اللي ممكن لا الله حياتها تتدمر هي وطفلها. وتقوم من الم الولاده لوجع الاكتئاب. اقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال باذلا وسع في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعاية الطبية للقريب والبعيد المصلح والمخطئ والصديق والعدو وأن أثابر على طلب العلم وأسخره من نفع الإنسان وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني وأكون أخاً لكل زميل في مهنة الطبية وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقياً مما يشينني أمام الله وأمام الناس والله على ما أقول شهيد مرض السكر واحد من أكتر الأمراض المنتشرة في المجتمع مريض السكر دايماً بيسأل إزاي أقدر أحافظ على صحة أسناني؟ وهل أقدر أعمل أي علاج خاص بالأسنان زي الخلع والزراعة؟ نقدر نحافظ على صحة أسناننا طالما حافظنا على مستوى منتظم من السكر في الدم ونقدر كمان نزور الطبيب الخاص بينا مرة كل ست شهور عشان نطمن على صحة أسناننا بخصوص العلاج آه نقدر نعمل أي علاج خاص بالأسنان طالما مستوى السكر عندنا منتظم بس نكون واخدين علاجنا، سكرنا منتظم، مستريحين في اليوم اللي قبليه. المؤتمر ده موجود النهارده علشان يطرح شيء مهم جدا. ايه هي الوسائل المتاحه؟ هل الشائعات اللي بتثار حوالين الوسائل دي سليمه ولا لا هل الحاجات دي لها اضرار جانبيه ولا لا هل المعلومات اللي بتصل للسيدات هي كلها معلومات سليمه او معلومات مغلوطه طبعا في معلومات كثيره بتبقى مغلوطه وازاي انك انت تقدر توصل المعلومات مش بس من خلال مقدم الخدمه الصحيه فقط لكن من خلال كل جهه ممكن السيده تكون بتتعامل معاها لانتقاء وسيله لتنظيم الاسره زي الصيادله وزي وسائل الاعلام اللي هي بيبصوا شيء عليها والنت وغيره وغيره اذا كنا احنا بنتكلم في الفتره الاخيره على ان عندنا في بلدنا مشكله تنظيم اسره وان عندنا مشكله في ان في نوع مش هقول انفجار سكاني ان اعداد السكان زادت بشكل كبير جدا فاصبح لزاما علينا النهارده ان احنا نيجي ندور ازاي المشكله دي نقدر ان احنا نحلها اللي اتكلمنا فيه الحقيقه على الوسائل نفسها لما تيجي تتكلم على الوسيله انت بتناقش ايه في المفروض في الوسيله ديت بتناقش على درجه فعاليه الوسيله على المتاح لهم استخدام هذه الوسيله وعدم المتاح لهم الاستخدام والكونتر درجه الطاعه من المستخدم الوسيله من مستخدمي الوسيله ديت الفاعلية الوسيله احنا قلنا عليها تاثير الوسيله على يعني احنا دي وسائل منع حمل تاثيرها بقى على الحمل هل هي هتمنع الحمل دائما وده سؤال مهم جدا عند السيدات الحية دايما السيدات يسالوا هل ده هياثر عليا بعد ما بطل الوسيله ديت ان انا اجيب اولاد تاني فدي حاجه ده سؤال اسئله لازم يتم الاجابه عليه الهدف من المؤتمر كنا بنتكلم عن تنظيم الاسره لحل المشكله السكانيه وبنتكلم عن مساهمه الشركات الادويه المحليه في انها بتوفر وسائل تنظيم الاسره في السوق وخاصه في الفتره اللي فاتت ان احنا لقينا في نقص جامد في اقراص تنظيم الاسره اللي هي المستورده فطبعا الشركات المحليه بتوفر الوسائل دي وبنفس الوقت بتوفرها بتوفرها بتكلفه اقل من الوسائل المستورده الحقيقه كلمه ازمه في حبوب منع الحمل دي انا مي يعني بحب احبش اسميها ازمه لان حبوب منع الحمل موجوده هو المهم ان انا اشوف ايه هو البديل المظبوط وموجود فين فاحنا عاملين حمله توعيه كبيره جدا عن ايه البدائل اللي موجوده وبنحاول على قدر المستطاع ان احنا نكفي السوق بمضاعفه الانتاج واضافه خطوط جديده قبل اخر السنه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يبقى فيه انفراجه وبرضه شركات الادويه النهارده ادونا وعد ان هم هيدخلوا في المناقصات بتاعه وزاره الصحه فهتبقى متوفره برضه الاقراص ان شاء الله في القطاع الحكومي. اكتئاب ما بعد الولاده جمله كفيله انها تخلي اي ام تبكي بمجرد ما تسمعها. وتفتكر أيام مش عايزة تفتكرها بسبب الحالة النفسية السيئة اللي فضلت ملازماها لأسابيع وأحيانا شهور ويمكن ده بيخلي لزام علينا ان احنا نتكلم مرة واتنين وتلاتة عن طرق الوقاية منه وكيفية ازالة الاثر النفسي السيء للامهات اللي, يصيب اللي أصيبوا بيه رحبوا معايا بضيفي في الاستوديو الاستاذ الدكتور عمرو خدير استاذ امراض النساء والتوليد اهلا بيك يا دكتور في حلقة أهلا أهلا الحقيقي صحيح. في بيتك احنا صح. عايزين نعرف اسباب اكتئاب ما بعد الولاده ايه بص حضرتك آه، الاسباب كثيره لاكتئاب ما بعد الولاده آه، من اهمها ان في كثيرات آه بتحس مثلا ان جسمها ابتدى شكله يتغير اثناء الحمل وتفتكر انها مع الولاده الامور هترجع لطبيعتها تلاقي بعد الولاده شويه ترهلات شويه وزن زياده ده احد الاسباب زائد حاجه تانية مهمه جدا وهي ان احيانا بيبقى الستايل la... طريقه الحياه اللي هي بتعيشها بتؤثر فيها بالسلب نتيجه انها كانت متعوده انها تخرج وتتفسح وتروح طب وهي حامل كان الموضوع ده قليل شويه بس بعد الولاده بيبي شايلاه برضو ما فاكره هي لما حياتها بطنها حياتها بتتغير انه خلاص كده ارتاح موضوع نرجع للاول لا رجع اكتر من من ما كانت لسه حامل لان بالاضافه لانها شايلاه طول الوقت زي ما كانت شايلاه في بطنها لكن بيوقوق وبتغير له وبتاكله وبترضعه وبتشربه وبيصحى في نص الليل ومش عارفه تنام فبتلاقي ان بعد ما كانت منطلقه في الحياه متصوره ان دي فتره قد تطول مع تغير شكلها فبتاخد هذا الموضوع بالإضافة لأسباب طبعا أخرى يمكن هيجي تتوالى في الحلقة هنذكرها في وقتها زي مثلا إذا كان عندها استعداد وراثي إذا كان عندها قبل كده هي بتعاني من اكتئاب أصلا في السابق فده طب ممكن الاكتئاب ده لما بيجي لأي ست بيظهر في صورة إيه؟ اول حاجه من من الاسم العادي اللي كلنا دارج عندنا كلنا انها مكتئبه يعني انها المود بتاعها مش كويس ولكن مش هو ده مش اي واحد المود بتاعه مش كويس او واحده المود بتاعها مش كويس تعتبر ان ده اكتئاب ما بعد الولاده احنا كلنا بما فينا كطبيب ممكن يبقى المود بتاعي مش كويس في بعض الاحيان صحيح لكن بيجي لها نرفزه ارق سهر كتير بتبقى في بعض الأحيان سريعة الغضب والاشتعال من أي موقف بسيط ساعات بيبقى في زي جاب أو فجوة بينها وبين الطفل ما تقربلوش ومش عايزة تقربله في بعض الأحيان بتحس إن هو السبب انها في حاله الاكتئاب اللي هي وصلت لها فيحس انها مبتعد عن الطفل فقط انا كنت عايز اسال, أسأل حضرتك موضوع السهر والارق ده ما يكونش سببه الطفل يعني هو احنا بنشوف طبعا ان الاطفال الصغيرين بيحتاجوا رعايه خاصه خصوصا يقول لك ايه ده بيصحوا بالليل وبيناموا بالنهار فشيء طبيعي ان هي نظريا يعني مم. لو صحيت بالليل علشان طفلها بيصرخ او ما منيمهاش آه. هتيجي تاني يوم هيكون عندها مزاجها اكيد مش هيكون كويس لكن احنا نبعد عن الحته دي باعتبار ان هي نامت كويس خدت بالزبط. قسط من الراحه آه. يعني آه يخليها تقدر تكمل يومها لكن لا زالت عندها مشكله تمام لان احنا دايما حتى بننصح السيدات ان لما طفلك ينام حاولي انك ترتاحي شويه عشان لما يصحى تاني تبقي انتي خدتي أوه. جزء من الراحه يعني المهم. ما تقولش انا بجأ... لا نيمي نفسك شويه في الفتره اللي هو نايم فيها والنقطه التانيه اللي مهمه برضو في هذه الجزئيه اللي هتعودي عليه طفلك هو لسه جوه البطن ممكن يستمر مع بعض الولاده يعني وأنتي حامل ابقي نامي بدري واصحي مم. يعني نسبيا بدري هتلاقي الطفل برده بينام شويه بدري لكن انا لما اثناء الحمل تفضل صحي لغايه الساعه 3 الصبح و4 الصبح البيبي لما يتولد هيفضل صاحي برضو نفس الفترات لكن انا بفترض ان انا بقول لا انها تكون طفلها نايم او ما فيهوش اي مشكله وهي اللي عندها ارق ومش مش جاي لها نوم بنرفزه سريعه جفاء وبعد عن الطفل انها انها مش عايزه تقرب منه بيبقى في شده اعصاب مع المحيطين بيها انزواء ومنزويه عن الناس المحيطين بيها شعورها الداخلي من جواها انها كارهه الوضع اللي هي فيه وانها مش مبسوطه رغم ان الطفل لما بيجي المفترض ان الاسره تفرح. كلها بتبقى طبعا. فرحانه في ناس بتبيع واللي لقدام اللي عشان صحيح. عايزه طفل من هذا الموضوع طيب هو ده ممكن يجي بعد الولاده على طول ولا ممكن بعديها بفتره زي اسابيع او شهور التعريف الطبي او العلمي لاكتئاب ما بعد الولاده هو في خلال الثلاث شهور الاولانيين من الولاده مش بالضروره ثاني يوم لكن في خلال الفتره الاولى من الولاده اللي ما بعد الولاده دي الثلاث شهور زي ما قلنا الاسئله دايما مرتبطه ببعضها فهو الاسباب مرتبطه بالتوقيت فهي اذا كانت قبل الولاده ابتدت تحس جسمها يتغير ومش عارفه تنام شويه وخصوصا لو بطنها كبرت كتير بتنام على جنبها مش عارفه تنام على جنبها مش عارفه تنام على بطنها واحده مثلا كانت بتنام على بطنها طول عمرها ومش عارفه تنام على بطنها من الحمل وهكذا اذا ولدت ولقت نفسها ان الوضع بقى اسوا فممكن في خلال اسبوع 10 ايام اسبوعين لكن هو عاده بيكون في خلال الثلاث شهور الاولى ما بعد الولاده هو ده اللي يطلق عليه اكتئاب ما بعد الولاده ده موضوع واضح اه بالظبط الحمد لله آه يعني آه ما طب المفهوش. والولاده القيصريه ممكن يجيلهم اكتئاب برضو زيها زي الولاده الطبيعيه ولا الاثنين واحد ولا في حد اكتر من التاني؟ الى حد ما الاثنين واحد ولكن ممكن احيانا الولاده الطبيعيه تاثيراتها السلبيه على السيده زي ترهلات المهبليه زي الالام اللي في في العجان مطرح الشق اللي بيتعمل لو ما تخيطش بصوره سليمه حصل لها مشكله في الولاده الطبيعيه هذه الذكرى السيئه في الولاده لو ما كانتش بتولد في مكان محترم والكلام ده كله ممكن انها تديلها عامل اضافي مساعد انها تبقى زعلانه من موضوع الولاده اما في القيصريه فهناك عامل ايضا اللي هي الالام اللي بتبقى بعد الولاده القيصريه لو ما خدتش مسكنات كافية احنا دلوقتي طبعا عندنا سواء طبيعي أو قيصري الولادة بدون ألم وبتقعد لغاية ما تخرج المستشفى مش حاسة بأي ألام يعني الاتنين بيتساووا الاتنين الى حد كبير بيتساووا الموضوع ملوش دعوه بطريقه الولاده لكن له دعوه بشعورها واحساسها بان جسمها شكله اتغير بان عندها الام ان حياتها واسلوب حياتها بقى متغير بقت طول النهار ما بين غيار ورضاعه وكفوله وتحضر اكل البيبي وتحضر اكل البابا وهي قاعده في البيت رغم انها كانت قبل كده لا وبابا ملوش دعوه على فكره بزا... لا لا بيصفر ملوش دعوه بيصفر. الاب دايما بيصفر ف او بيبقى خارج بره وسايبها لوحدها فده يزود لها اكتر وكل دي مشاكل قد تؤدي طبعا الى حدوث الإكتئاب. الاكتئاب اللي بيبقى موجود اثناء الحمل في ناس طبعا في ستات كتيرة على فكره بيجي لها اكتئاب وهي حامل تمام. نتيجه حاجات كتير حضرتك ذكرت اجزاء منها يعني هل ده بيأثر برضو على بعد الولاده يعني ده ليه علاقه باكتئاب بعد الولاده طبعا ده من العوامل المهمه جدا في وجو حدوث الاكتئاب ما بعد الولاده، ولكن من اهم الاسباب ان مثلا واحده تكون ابتدت تحس ان جوزها تعاملته معاها اتغيرت في التعامل ما بقاش لطيف زي ما كانت قبل ما تبقى حامل مثلا، فبتحس ان في تغير خلاص هي كان مستني البيبي فبقت حامل فخلاص ادت وظيفتها فندي تعليمات للازواج لو سمحت عامل زوجتك في سواء في الحامل او ما بعد الولاده باسلوب لطيف وظريف وما تحسسهاش ان خلاص هي ادت وظيفتها وجابت لا هو, هو مش عايز يحسسها كده هو آه. برضو معذور هو عمال يفكر دلوقتي داخل على مصاريف ولاده الصحيح. ومصاريف بيبي فبرده آه. نعذره يعني بالزبط. بس هي لازم تعذره <applause> هما الاتنين يعذروا بعض الحاجه الثانيه اللي مهمه ان كمان في بعض السيدات دي تبقى آه عندها يعني النيه انها تاجل الحمل فلما بيحصل على غير رغبتها فتحس برضو ان دي مكتئبه. مم. في بعض الناس كمان عايزه البيبي لكن في نفس الوقت خايفه على شكل جسمها فمن قبل ما يحصل اي تغيرات في جسمها هي بتسمع وبتشوف الستات والبنات اللي حواليها لما بقوا حوامل بقى في تغيرات في جسمهم مم. البطن كبيره في الافلام بقى زي فيلم الحفيد تلاقي الاثنين بيبات جوه البطن بيكلموا بعض كبار قد كده فبتبتدي تحس بالاكتئاب انها ممكن توصل لكده وهي ممكن ما توصلش لهذه المرحله خالص من خلال التفكير بتاعها سلبي اللي عندها بقى اكتئاب اثناء الحمل او حتى ما قبل حدوث الحمل ده بيديها فرصه اكبر انها تخش في مرحله اكتئاب ما بعد الولاده لو احنا اتكلمنا على العامل الوراثي او الجينات م ما أصل في ستات كده يقولك لك إيه ده هي كده لأن آه هي جيناتها كده بالظبط كده ما هي أصلها زي خالتها وزي عمتها آه آه يعني, آه كبير برضو يعني, آه يعني يعني آه عايز بي 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 يعني عايز بي تقول مش يعني هو دايما بيسترشدوا بأحد أفراد الأسرة آه تمام فهل ده برضو ليه علاقة بهذا الاكتئاب؟ آه الاكتئاب ما بعد الولادة ملوش ملوش جين معين ولكن هو بصفة عامة الاكتئاب وارد إن هو يكون له هو أساسا له علاقة بالنشأة والتربية والجو المحيط بالإنسان أو بهذه السيدة ولكن العامل الوراثي مهم جدا في الاكتئاب في بعض الناس بتلاقي عندهم في الأسر اكتئاب قد يكون في عامل وراثي واضح في هذه الأسرة لكن بنتغلب على هذا بحاجات كثيرة جدا يمكن لما نيجي بمرحلة العلاج طب عنها. الطفل بتأثر يا دكتور؟ لا الحمد لله الطفل قد يتأثر بعصبية الأم <applause> اثناء الحمل لو هي عصبيه او بعد الولاده لو لو سمعها او ابتدى يكبر شويه يحس بيها على طول بتصرخ بتزعق اولد تايم فهيبقى النشاه بتاعته في جو فيه عصبيه لكن الحمد لله مش هيتاثر يعني في ناس بعض الناس وبعض الاقاويل قالوا ان تركيبه اللبن بتاع الام نفسه قد تتغير شويه نتيجه هذا الاكتئاب او هذه العصبيه، مش بس مش مجرد الاكتئاب يعني بتوصل للطفل بشكل او باخر. انه ممكن يتاثر بالسلب في احيان كثيره لما يكون في تغير في تركيبه المكونات اللبن نفسها نتيجه هذه العصبيه طيب الشديده. طيب ما ذكرنا هنا اللبن، يعني م. احنا بنتكلم على الرضاعه، م. هو الرضاعه لو هي كملت في الرضاعه الطبيعيه زي ما هي المفروض م. تعمل كل م. ام يعني م. هل ده بيقلل شويه من اعراض الاكتئاب دي؟ الغالبيه العظمى من الستات بتتحسن العلاقه مع الطفل نتيجه هذه الرضاعه، بيبقى الروابط بينهم اكثر. ولكن على النقيض من هذا في راي اخر كمان بيذكر ان في بعض الحالات نتيجه الترهلات اللي بتحدث في الثدي نتيجه الرضاعه الطبيعيه، هي طبعا لازم كل الستات تعرف ان دي حاجه طبيعيه انها تحصل، كمان انها وقايه من اورام الثدي انها ترضع الطفل رضاعة طبيعية لكن الترهل اللي بيحدث في الثدي انه يفقد شكله اللي كان عليه قبل حدوث الحمل ويبقى مترهل شوية دي بتدخلها او بتساعد على انها تخش في الاكتئاب لو كان عندها ميول او استعداد لحدوث هذا الاكتئاب بس يعني هو المفروض القصة ده بتاع الترهل الثدي دي بيبقى فترة الرضاعة بس فترة الرضاعة لكن ما بترجعش 100% زي ما كان قبل الرضاعة الا لو هي عملت بعض الاجراءات او رياضة او يعني في, حاجة... في حاجات بترجع حاجات نسبيا لكن نسبيا بنسبة كبيرة يعني بنسبة كبير. 80 90% يرجع أوه. للشكل الطبيعي لكن ما... ما... ما مش ممكن يكون 100% زي قبلها الا بتدخلات معينة او حاجات لكن هي في البيت لوحدها كده مش هتعرف تعملها لوحدها طب عايزين نتكلم شوية دكتور على ازاي نتجنب ونعالج هذه الحالات لو احنا اتكلمنا مثلا عن الاكل نتكلم تمام. الاول على الاكل المناسب مم. اللي ممكن يساعد في تجنب مثل هذه الحالات وبعدين لو حصلت مم. نقول هنعالجها أه ازاي يعني حضرتك بتستخدم ايه ولا بتعمل معاهم ايه ده طبعا انا بعض أه دكاتره النساء آه طبعاً آه. لان زي ما حضرتك قلت كده بيبقوا متنرفزين ويعني ف لا, لا مش متنرفز يعني. يعني. احنا اللي بيتعامل مع الستات ما ينفعش يتنرفز <applause> لانه هيتنرفز كتير آه فبالتالي لازم تاخد الامور بهدوء اول حاجه آه الاكل دايما الادويه او الاكل اللي فيه آه حاجات بتحسن المود زي الشوكولاته زي الحاجات دي كلها بتحسن الاكتئاب يعني دايما يقول لك ايه ال ال الكربوهيدرات الشوكولاته الحاجات دي كلها من الحاجات في الاغذيه اللي قد تحسن من الاكتئاب عشان كده الناس اللي بتاكل حلويات او بتاكل شوكولاته يقول لك ايه دي الاكتئاب بيتحسن وبيروح بس طبعا مش تاكل كميات تجاريه عشان ما تسمنش <applause> لانها في الحاله دي انا كنت دي لسه اقول لحضرتك يعني, آه. يعني عايزين نتكلم على موضوع الشوكليت ده احسن يعني دلوقتي مش يعني مش تاكل علبه هي تاكل خرطتين ثلاثه صغيرين يعني هيحسن لها يعني. الموت شويه يا دوبك تدوق الشوكليت تبقى يعني. بتستخدمها كعلاج كعلاج مش <applause> بالظبط كده مش تخلص العلبه كلها وتقول ما الدكتور قال دي اول حاجه الغذاء المتوازن بصفه عامه اللي ما يتعبهاش كمان هو ده احنا يعني موافقين عليه الناس اللي بتقلل كثيرا بتبقى ناس عايزه تخس بعد الولاده فبتقلل كثيرا من الكربوهيدرات يعني وال وال والسكريات دي برضو الحاجات اللي بتتخب بتزود هذا السلوك بيزود الاكتئاب يعني فلازم اخد شويه كربوهيدرات مش كتير مش مهم السكريات كتير لكن الكربوهيدرات مهمه عشان نقلل الاكتئاب وكمان ال ال الشوكولاته زي ما اتفقنا لكن عندنا جزئيه وقائيه هي ايه غير الاكل اول حاجه انها تشعر ان اللي حواليها او المحاطين بها مقدرين التعب اللي هي بتتعبه اثناء الحمل ده نمره واحد نمره اتنين انها تحس او الكونسلنج المشوره اللي احنا بنعملها في عياداتنا مع السيدات الحوامل ان هيحصل تغيرات في الح... كذا ان في جزء منها بيرجع لطبيعته في خلال فتره قصيره بعد الولاده ان في جزء تاني بياخد وقت عقبال ما يرجع زي ما حضرتك قلت ثم المرحله اللي هي بتلي الولاده مباشره مهم جدا الزوج لا انا عايز اقف هنا لا. لحظه يا دكتور فضل. يعني في مرحله ما قبل الولاده تمام ومرحله ما بعد الولاده مظبوط ما قبل الولاده هو بيبقى اجراء في شقين تمام الشق الاول نفسي أيوة. فاحنا بندعو الاسره والمحيطين بالام تمام او الام المستقبليه بما ان هي قبل م. الولاده ان هم تمام. يساعدوها ويفهموا التغيرات اللي ممكن تحصل لها ويفهموا يتعاملوا معاها ازاي تمام وجزء الاكل مظبوط اللي حضرتك اتكلمت عليه تمام ما بعد الولاده بقى وجزء كمان السبورت اللي ممكن يعمله الزوج لزوجته بالظبط علشان بالزبط. ان هو مقدر وانها تعبانه وانا مع... عايزه مني ايه يعني يسالها سؤالين زياده اساعدك في ايه انا عارف انك انت دلوقتي الحمل زاد عليكي وانت حامل هو ده يعني... صحيح فعلا آه. حتى لو له يعني لا الحمل زاد عليها. بس مجرد العرض هيخليها تحس ان هو مقدر ان هي مم. في تعب اكتر من الطبيعي بعد الولاده بعد الولاده اول حاجه ان, إن الدكتور يكون زي ما قلت حداك محضرها انها بقى انت حت... الـ الـ المشوره هيحصل واحد واثنين وثلاثه سواء في الشكل في في الاعراض في معدل النوم انا هقعد اهزر معاهم اقول لها انت فاكره انك بعد ما تولدي هترتاحي انت هتشوفي التعب بعد الولاده تحضرها حتى ولو بهزار معلش يا دكتور مش هقدر اسيب النقطه دي اه دكتور مين؟ اني دكتور؟ ما دكتور النساء والولادة اللي يقوم بالمهمة دي ولا في دكتور تاني المفروض الحامل أو اللي والدة جديد لازم تروح له علشان يساعدها في القصة دي في أثناء المتابعة الحمل ده وظيفة دكتور الولادة تمام في الفترة الأولى في المتابعة بعد الولادة اللي هو الأسبوع العاشر تم الأولانيين لو في أي أعراض برضو دكتور أمراض النساء لو الموضوع استمر ل... العلاج بينقسم من كذا حاجة غير بقى السبورت قلنا عليه بتاع الزوج والاسره والكلام ده لكن ايضا في مجتمعات اللي هي المشوره والكونسلنج والكوجنيتيف اللي هو بيسموها يعني جماعات اللي هي الدعم النفسي اللي هم بيقعدوا يتناقشوا اه ما انا حصل لي لما تلاقي حواليها ان في مجموعه فيها 30 50 حتى على السوشيال ميديا الكلام ده موجود او اكتر او من صاحباتها او في بعض المواد إن, ان مش انا بس ده ده 30 40% ممكن الاقي حالات مشابهه من الناس اللي حواليا اللي ولده يبقى دايما الواحد لما بيحس ان ان هو حالته مش يونيك اصل في ناس كتير كتير لك ايه هو في حد تاني حصل له زي ما طبعا حصل ما, ما انتيش اول واحده في الجيل لكن حصل لك في ناس حصل لها كده كتير وخفوا وبقوا كويسين وبقوا احسن من الاول كمان فهي بتطمئن فده جزء مهم جدا الثيرابي من خلال التعايش مع الـ الـ الخبرات المتشابهه للمرضى لان في بعض الناس بتفتكر ان انا كدكتور لا ده انا بدأت الدكتور بيضحك عليا عايز يطمني لكن لما تلاقي واحده مريضة عادية خالص لها نفس الوضع بتساعد في العلاج وخفت وبقت كويسة بتحس من جواها أنها نعم. بقت كويسة آخر حاجة بقى في أدوية علاجيه بتتاخد مضادات الاكتئاب لما نوصل لمرحله ان احنا استنفذنا كل السبل سواء المشوره او او مجموعات التواصل من خلال الاصدقاء والمرضى السابقين او الكلام ده كله بنقدر ان احنا نبتدي علاج دوائي او لو كانت من الاول الحاله شديده وفي الحاحه لان احنا لازم نبتدي الدواء يبقى في الحاله دي من خلال دكتور الامراض النفسيه بتقدر تلجا للعلاج. دكتور الامراض النفسيه هتروح له بمشوره دكتور النساء والتوليد؟ طبعا لو انا كطبيب لو لقيت حاله محتاجه بقول لها لا طب روحي في ناس متخصصه تروحي لفلانه او فلان او فلان اللي هم متخصصين ممكن يكتبوا لك بعض الادويه طالما احنا عملنا مجهود في خلال الاسبوع 10 ايام وما زلنا عندنا مشكله ممكن الدكتور ده يتكلم معاها بس ويقول لها انت مش محتاجه علاج ويدي شويه كلام او حاجه خفيفه لفتره قصيره جدا وان شاء الله ربنا يقي الجميع من هذه الامراض. الاستاذ الدكتور عمرو خضير احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور. انا اللي سعيد بوجودي مع حضرتك وتشرفت بوجودي معك الشرف معك. لينا يا فندم. يعني زي ما شفنا كده اكل صحي وما نسيبش الام اللي هتولد لوحدها. وناخد كامل احتياطاتنا اللي اتكلمنا عليها في حلقتنا النهارده علشان نضيق الخناق على مرض اكتئاب ما بعد الولاده عايزين لام تولد وتشد حيلها وتقوم تشوف اللي وراها بدون مشاكل صحيه ولا الام نفسيه فقرتنا خلصت بس حلقتنا لسه مستمره استنونا بعد الفاصل السلام عليكم ورحمه الله موضوع النهارده عن الطنين او الوش التنين الوش مشكلة بتأرق ناس كتيرة ممكن بني آدم يسمع صوت موج بحر أو عصفورة أو جاز أو أيا كان خاصة في بالليل لما يبقى قاعد في هدوء الوش ده ممكن أنت تسمعه لوحدك أو الدكتور أو الناس اللي حواليك تسمعوه الأسباب بتاعت إن الوش يتسمع من الاثنين من الدكتور ومن العيان نادرة زي تشنجات العضلات بتاع قناة ستيكيوس أو زي أورام قاع الجمجمة بس مهم ولازم تتشخص اما الاسباب الرئيسيه بقى الوش اللي هو السبب الشائع يعني اللي هو ضعف عصب السمع عند ترددات معينه احنا الفكره انه لو العصب السمعي بدا ينقص او يقل عند درجه معينه عند 4000 او 8000 هرتز بيبقى الدرجات دي ما بتسمعش معانا في السمع احنا سامعين كويس جدا لان احنا بنتكلم كلنا في ارقام قليله او حيز صغير لكن اما بيتاثر الاعصاب او تموت في الحته دي بتعمل لنا وش او صوت صفاره. طيب الصفاره دي ليها علاج؟ اه ان احنا نثبت وضع العصب ده او نعودك على صوت معين زي كده فيلم الكيف محمود عبد العزيز كان بيقول لازم تدوش الدوشه بدوشه اكتر من دوشتها عشان ما تدوشناش، ده طب ده علاج تي ار تي ان يعني انت بتعود العيان على صوت معين او صوت نغمه معينه قران اغنيه قبل ما ينام. في حاجات ثانيه في علاجات او ادويه بتروح بتزود الدم اللي رايح لقنوات الاتزان والعصب السمعي بتحسنه. لازم تعالج سبب الوش عشان الوش يروح عشان ما لناش كلنا وش. ناس كتير بتسألني امتى اعرف ان انا محتاج عمليه من عمليات السمنه؟ او بمعنى اصح امتى اقول ان النظم الغذائيه والرياضه مش هتبقى كفايه في حالتي زمان الحقيقه كان الجواب عن السؤال ده كان بمعايير محطوطه شديده شويه معامل كتله جسم اكتر من 35 ان يكون جرب انظمه غذائيه كتير وفشل وارادته ضعيفه وهكذا العالم كله غير وجهه نظره في النقطه دي دلوقتي لان اصبح فيه اسباب كتير تخليني اعمل عمليه من عمليات السمنه المفرطه سواء التكميم او التحويل او الساسي لمرضى وزنهم مش عالي قوي وبيبقى الهدف هدف صحي او هدف نفسي او هدف اجتماعي بمعنى بنت وزنها زايد 15 20 كيلو ومش قادره تعمل دايت زمان كنا بنقول لا دلوقتي بنقول اه ينفع اعمل تكميم سيده كبيره في السن وعندها خشونه مفاصل وعندها مشاكل في في الركبه او في الحوض مش منطقي ان انا اقول لها اعملي رياضه عشان الحرق يزيد وهي اصلا مش قادره تتحرك فاصبح ينفع نعمل جراحات السمنه اصبح نقدر نعمل جراحات السمنه لمريض عشان يخس من 15 ل 20 كيلو وينفع اعملها المريض عشان يخس 200 كيلو التقييم ده بيحتاج خبره الجراح مش بس التقييم طريقة إجراء العملية للأوزان البسيطة مختلفة عن طريقة إجراءها للأوزان العالية جدا. الأدوات المستخدمة المستشفى التخدير كلها عوامل مهمة عشان نقدر نحقق التارجت بتاعنا ونوصل للوزن المثالي واحنا بقينا نعرف كويس اوي ازاي نعمل العملية ونحدد المريض ينزل لوزن قد ايه بدون زيادة أو نقصان. المتأمل في تكوين القلب هيكتشف مدى إبداع المولى عز وجل اللي أنتج هذا المخلوق الروحي والعضوي بلا أخطاء. كل شيء فيه بميزانه المظبوط ورغم وصول العلم والطب لمعرفة مكوناته إلا أن الشق الروحي فيه بيبقى بعيد المنال عن معادلات المتابعين للوصول إلى ماهيته. سبحان الله في قدرته على خلق عضو مرئي قدام عينينا بيخفي جواه روحانيات صاحبه من حب وكره وفرح وغضب. رحله تكوين القلب محتاجه مننا تدبر في قدره الصانع. تعالوا ناخدكم في رحله طبيه وعلميه على مدار مجموعه حلقات هنخصصها عن القلب نكتشف هذا العالم الخفي لهذا العضو في جسم الانسان مع الاستاذ الدكتور محمد اسامه عميد معهد القلب القومي اهلا بيك يا دكتور ومشرفنا اهلا اهلا وسهلا النهارده هنتكلم عن القلب وحضرتك شاء. دكتور القلوب ربنا يخليك نتكلم على مراحل تطوير وتكوين القلب من الجنين للمولود للرجل البالغ يلا نبدا اتفضل آه طبعا لما نتكلم آه عن القلب بنتكلم الاول عن جزء زي ما حضرتك قلت ربنا بيقول سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم له انه الحق يعني بيقارن الافاق بانفسهم بخلق البني الانسان في ايه تانية يقول لك لخلق السماوات لخلق السماوات والارض اشد من خلق الناس طيب في الاولى بيقول اشد وفي الثانيه بيقارن الاثنين هيد تو لانه ما فاق فيه خلق السماوات والارض في الشده فاق فيه خلق البشر في التقنيه. وبالتالي لما نتكلم عن التقنيه تعال نبدا من اول الخليه. تكوين ال الانسان بيبدا بخليه واحده هي التقاء بويضه وحيوان منوي، كل واحد منهم نص خليه. يلتقوا مع بعض يكونوا خليه، حضرتك تعلم والمشاهدين يعلموا ان البويضه والحيوان المنوي كل واحد منهم يمتلك نصف عدد الكروموسومات فحين يلتقوا مع بعض تتكون خليه واحده بعدد كروموسومات كامل ومنها ينتج هيكون ولد هيكون بنت وهكذا هذه الخليه بتكون بدايه لما يسمى بالعلقه هذه الخليه بتعلق بجدار الرحم وتبدا في الانقسام يستمر هذا الانقسام خلايا 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 وتأخذ غذائها عن طريق التعلق فقط بجدار الرحم من الرحم نفسه من الرحم نفسه ثم تقرر ان تكون نطفه هذه النطفه تقرر يعني ده قرار قرار تقرر. تقرر ان تكون تنقسم الى ان تقرر ان تكون احنا بدانا بالنطفه ثم بالعلقه ثم, ثم تقرر قرار إن هي ثم تقرر ان تكون اللي هو نقول عليه القرص الجنيني القرص الجنيني ده قرص قرر ان يبدا في الاستقلال عن, عن ذات الام ولكن قرار الاستقلال عاده يسبق الاستقلال بكثير فالقرص الجنيني ده قرر ان يكون هو بياخد الاكسجين من الام بياخد الغذاء من الام ثم يعود بالمخلفات الى المشيمه التي هي اصلها الام فبالتالي هذا القرص يقرر ان يكون له قلب ويقرر ان يكون له كبد ويقرر ان يكون قرار تاني قرار تاني وبالتالي يبدا في تكوين القلب القلب من اول من اول الاعضاء التي تبدا في التكوين فينشي انبوبتين الانبوبه انبوبه يسار ويمين ويسار ثم تتحد هاتان الانبوبتين لتكوين الانبوبه الجنينيه هذه الانبوبه بتبدا يمكن احنا شايفينها اتحدت هنا هذا الاتحاد يتحول من انبوبه بسيطه الى انبوبه معقده تشبه السبحه. عباره عن حته واسعه حته ضيقه انقباضه ثم اتساع ثم انقباضه يشبه منظرها منظر السبحه. كل كل فص من فصوص هذه السبحه فيما بعد هيبقى شيء. الفص الاول هيبقى اورده، الفص الثاني هيبقى اوزين، الفص الثالث هيبقى بطين، الفص الرابع هيبقى الشرايين الكبرى اللي هي الشريان الاوردي والشريان الرئوي. في هذه المرحلة قلب الإنسان هو أنبوبة واحدة تحولت إلى سبحة. فتحولت إلى هذه السبحة إلى ما يسمى باليوني فنتريكولار هارت اللي هو ما يشبه قلب السمكة. لأن كلنا يعلم أو ربما في بعضنا ما يعرفش هذه المعلومة إنه السمكة لها أوزين واحد وبطين واحد. يعني بمفهومنا كأطباء يعني نص قلب. نص قلب بالظبط. هذا النص قلب البطين بينقبض فبيبعث الدم الى الرئه ما يرجعش للقلب التاني زي الانسان. لا ده يكمل بقيه السيركوليشن اللفه بتاعته الدوران بتاعه في بقيه جسم السمكه الى ان يعود لهذا القلب مره واحده. يعني و... السمكه سبحان الله تعتبر عندها نص قلب بس بتشتغل عادي زي بتشتغل عادي <applause> سبحان الله. <applause> فبالتالي احنا في اللحظه دي بنقول انه البني ادم بيماثل قلبه قلب السمكه في هذه المرحله في هذه المرحله لانه لسه واحد هو جنين اه الصنع واحد اه وبالتالي بنمر بمراحل بيمر بهذه المراحل في هذه المرحله من قلب السمكه من قلب الانسان بيماثل قلب السمكه ويبقى بؤزين واحد وبطين واحد ثم ياتي القرار الالهي بعد كده بالتقسيم أن يقسم هذا الأوزين إلى جزئين ثم يقسم البطين إلى جزئين ثم يقسم الجزع الشرياني إلى شريان أورتي وشريان رئوي ثم يقسم الأوردة إلى أربعة أوردة رئوية يبدأ الاختلاف عن قلب السمكة آه فيبتدي يحصل أنه هذه الأنبوبة يحصل فيها انعواج أو انحدار كده ثم انعواج تاني بحيث أنه تقلب على بعضها كلها ثم تتحول الى القلب اللي احنا بنشوفه بعد كده ده في الشهر الكام بقى دكتور احنا التط... بدايه التيوبس احنا قلنا في الاسبوع الثالث ولكن التطور بيمشي معانا في الشهر الخامس ثم السادس في الشهر السادس بيتحول القلب الى قلب متكامل ولكن م. في ثقوب هذه الثقوب ليست عيوب وإنما عشان تؤدي وظيفه. احنا لحد الشهر السادس احنا عندنا قلب متكامل. لكن عندنا إنه هذا القلب بيشغل جسم البيبي بدون الحاجه إلى الرئه، إلى رئة البيبي. وبالتالي الرئه هي المشيمة. في هذه المرحلة. في هذه المرحلة. فهو بياخد الدم المؤكسد من المشيمة. فبيدخل بيه على الأذين الأيمن. الاذين الايمن ما بيوديش الدم للبطين الايمن عشان يتاكسد في الرئه هنا المرحله دي مش مش احنا مش محتاجين احنا محتاجين انه يعدي في ثقب بين الاذينين الى الاذين الايسر ثم الى بقيه البطين الايسر ثم الى بقيه اعضاء الجسم فيتحول هذا الدم المؤكسد يروح الى المخ وهو اهم عضو عندنا ثم الى بقيه الجسم وبالتالي في هيبقى عندي ثلاث وصلات بين الجانب الايمن والجانب الايسر من القلب. هيبقى عندي ثقب بين الاذنين وثقب بين البطنين وقناه شريانيه بين الشريان الاورطي والرئوي. كل ده عشان يحصل فيها انه الدم المؤكسد يعدي من الاذين الايمن الى الاذين الايسر ثم الى بقيه اعضاء الجسم عشان يغذيها بالدم المؤكسد. الى ان يحدث تايم زيرو تايم زيرو انه البيبي اتولد في اللحظه دي المولود المولود المرحله اللي بعديها انفصال من المشيمه زيرو اكسجين هيعتمد على الرئه زيرو اكسجين يبقى الرئه لازم تقوم في لازم تشتغل دي. في اللحظه دي مم. ودي هنا نقطه الخطر انه انا معتمد على مم. مشيمه انفصلت عنها ثم ابتدى جسمي يحس بحراره الجو انا عايش جوه في درجه حراره فوق ال 37 خرجت إلى حرارة الجو فجسمي حس بالحرارة يبقى ديفرنت انفايرمنت يعني أنا دخلت في وضع بيئة مختلفة تماما بيئة مختلفة تماما أه أنا اللحظة دي لازم أتصرف لازم أتنفس مم. لازم أتصرف ودي أحسن لحظة لما بنحس إنه البيبي عيط سبحان الله إنه مخه حس إن إحنا في زيرو أوكسجين الرئة فردت اشتغلت الرئه بتاعتنا يبقى لازم ندخل على السيركوليشن الجديده بقى مم. من القلب ال... بيشتغل بطريقه مختلفه من آه، القلب يبتدي اه انا حسيت بقى زيرو اكسجين اقفل الثقوب في الوقت ده اه اشغل الرئه مم. يبتدي الثقوب في اللحظه دي لما تحس بالزيرو اكسجين يبتدي يحصل فيها دي تقفل ويبتدي الدم بدل ما كان بيطلع من الاذين الايمن الى الثقب الى الاذين الايسر يبتدي الدم ينزل على البطين الايمن ثم الى الرئه عشان يروح ياخد الاكسجين بتاعه في الوضع الجديد للقلب الجديد ثم يعود الى القلب ثانيه عن طريق الاذين الايسر من الاورده الرئويه ثم البطين الايسر ثم بقيه اجزاء الجسم وبالتالي هو تطور عجيب ورهيب هو رب العزة يعني سبحان الله هذا خلق الله حتى الثقب بيبقى موجود لحد ما المولود بيتولد بالظبط وبعد تب... كده ثقب يقفل تماماً ويبتدي ال... مرحلة جديدة القناة خلص. الشريانية أول ما تحس بفرق الأكسجين وفرق الضغوط وفرق كذا وكذا تقفل ثم الثقب بين الأذنين الثقب بين الأذنين ده زي الصمام يودي الدم في اتجاه واحد أول ما يحس إنه هو متعود على إنه الضغط في الأذين الايمن اعلى من الضغط في الاذين الايسر فبالتالي بيودي في الاتجاه ده اول ما يحصل الريفرسال انه الضغط في الاذين الايسر يعلى يروح الثقب بين الأذينين يقفل ثم الثقب بين البطنين احيانا يتاخر قفل الثقوب في بعض الاطفال دول بنعمل لهم متابعه اذا كانت الثقوب كبيره قوي بنضطر نقفلها جراحيا او باجهزه عن طريق القسطره حاليا بنقدر نعملها إذا كانت الثقوب صغيرة وغير مؤثرة فبنسيبها تقفل فيما بعد في حياة البيبي. طيب البيبي هنا دكتور بقى عنده قلب كامل متكامل. صحيح. هو نفس القلب اللي هو تطور وصل لهذه المرحلة بيكمل معاه بقية حياته. اه. كل اللي بيحصل ان هو بيكبر بس الحجم الحاجة. بيكبر بس ليه لانه خلاص البيبي اتولد السيركوليشن بتاعته اللي هي الـ اللي هي الدوره الدمويه بتاعته خلاص بقت دوره مستقله آه عنده دوره صغرى اللي بتروح للرئه، عنده دوره كبرى اللي بتروح لبقيه اعضاء الجسم بما فيها المخ والكليتين والكبد وكذا، وبالتالي اصبح هذا القلب يؤدي آه وظيفته كامله وهذه الوظيفه بتطور بتكبر مع بيكبر في الحجم فقط ولكن بيبقى كل آه لحد سن قد ايه يا دكتور؟ آه هو خلاص القلب اتكون وبينمو معانا في الجسم ولكن هي الاسئله كل ما الواحد يحافظ على قلبه كل ما يظل قلبه بنفس النضرة والحفاظ ليس بس حفاظ آآ آآ اكل وشرب ورياضه ولكن هو حفاظ نفسي لانه كمان القلب ده مشكله القلب اللي احنا اكتشفناه عنه كبامب فانكشن انه هو عضو ينقبض موتور يعني, قبض مطور يعني هو أضعف وظائفه. احنا بعد شويه اكتشفنا إنه هو مصدر هائل للهرمونات. كمان. اه. مم. ثم الحاجه الأخطر من كده إنه هو لما ترجع لكل الكتب السماويه قرآن، انجيل، توراه. هو مركز الايمان، وهو مركز الكره، وهو مركز وأنا لما رجعت لكل الكتب السماويه القلوب التي هي في الصدور. انه اللي بيكره هو القلب. وانه العقل هو مجرد كمبيوتر بيطلع له داتا ولكن القرار ياتي من القلب معجزه بكل المقاييس بكل المقاييس وكل عصر من العصور هتكتشف فيه معجزه تفوق ما قبل يعني لن ينتهي الحديث عنه انا اعتقد ان رحله النهارده دي عرفت ناس كتير حاجات ما كانوش يعرفوها بس احنا لسه قدامنا كلام كتير عن القلب. ده حقيقي. وهنستكمله مع حضرتك قريب إن شاء الله. إن شاء الله. الله. الأستاذ الدكتور محمد أسامة عميد معهد القلب القومي. إحنا بنشكرك يا دكتور. وأنا بشكركم يا رب تكون مفيدة الحلقة للناس. إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد. هذا خلق الله. هذا إبداعه وصنعه. هذه قدرته على خلق ما نعجز نحن عن فهم تكوينه. ارجوكم ما تفسدوش هذا المخلوق العظيم بتدخلات بشريه حافظوا عليه سليم زي ما ربنا لكم بلا اخطاء فقرتنا خلصت بس حلقتنا مستمره استنونا بعد الفاصل العصير بيحتوي على مواد اضافيه الاكل جواه مواد اضافيه هو يعني ايه مواد اضافيه ايه نسب امانها وامتى نشتري اكل وعصاير عليها مواد اضافيه وامتى نرميها من ايدينا ونمشي ونسيبها تعالوا نعرف حكايه المواد الاضافيه من دفنتها في الاستوديو الاستاذه الدكتوره شيرين غالب استاذ الطب الشرعي والسموم بجامعه القاهره ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم بجامعه بني سويف اهلا بيك يا دكتور اهلا دكتور احمد, أحمد يعني ايه مواد سعر. اضافيه يا دكتور يعني ايه المواد المضافه دي يمكن هي موجوده من زمان هي مش حاجه جديده يعني كان الجدات والامهات على طول التخليل والحاجات دي كل ده بيدفعوا على الاكل عشان يطولوا عمره فدلوقتي بقى طبعا دخلت مواد كيماوية كتير انها عايزه الاكل يقعد ست شهور في العلب او ست تشوف المعلبات او في الاكياس اللي هي الخضار المجمد او في مكسبات طعم يدوها طعم نكهه مثلا نكهه لحمه يدوا لون عشان يجذبوا بيه الاطفال دكتوره معلش دي بقى هنا في اختلاف جوهري عن اللي حضرتك قلتيه في الاول جداتنا وامهاتنا كانوا بيحطوا مواد اضافيه بيحطوا. طبيعيه طبيعية اه بس كده ممكن, ممكن يبقى خل ممكن يبقى ميه ورد ممكن يبقى حاجات ثانيه اه والكركم والحاجات الطبيعيه لا دي مصرح بيها تماما ما اي كلام لكن الصناعيه هي اللي دي دخلت علينا جديد وبنسب كبيرة اي نعم مصرح بيها الي حد ما بس الكترة بتاعتها لا دي اللي مش مصرح بيها ان احنا نعمل وجبة كلها مواد آه. مواد حافظه لو حضرتك تاخد بالك الاطفال مثلا اما بتروح المدرسه يعني انا جايبه لحضرتك لانش بوكس بتهيألي لي دي بتاعت اي طفل دلوقتي لازم العصير كده. البطاطس اللي هي البطاطس الجيلي كولا كل دي مواد حافظه ومواد الوان كلها مواد كلها حافظ. البرجر اهو السوسيس ما خدش سوسيس هيقول عايز لانشون المشهور طبعا كل دي مليانه مواد حافظه يعني حضرتك اللانشون ده هل في لحمه لا اغلبيته المواد الحافظة اللي بتدي نكهة اللحمة تدي نكهة الفراخ زي الناجتس الاطفال بتحب الناجتس وطول النهار هي فيها فراخ لا فراخ قد نسبة بسيطة وكلها مواد حافظة فحضرتك تخيل ان الطفل يوميا بياخد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبعدين ايه ده في المدرسة يجي لا ملوش نفس بيكمل فحضرتك كذا كذا مواد حافظه كتيره جدا يعني هم حتى مرقمينها او مدين لها ان دايما يكتبوا عليها اي يعني هي اجازه مجازه اوكي بس وعليها رقم اي وعليها برضو بتبقى ارقام من مثلا 100 ل 199 دي المواد الملونه من 200 ل 299 مواد حافظه يعني بيعرفونا دي نوعها ايه طيب انا لو لقيت منتج عليه كذا اي ده معنى كده مليان مواد حافظه فشوف حضرتك بقى اما الطفل بياكل من الصبح لغايه بالليل بمواد حافظه بمواد حافظه طب ممكن يتضرر ازاي اضرار الحاجات دي إيه؟ بص يعني اول حاجه طبعا الاطفال والحوامل ومرضى الاورام بعد شر عليهم دول ما ينفعش ياكلوا اي حاجه فيها مواد حافظه لان الاطفال مثلا السمنه دي نمره واحد حضرتك ما ما مش هيكفي كيس فيه بطاطس لا ده كيس والتاني والثالث سعرات حراريه لا الحاجات اللي وريتنا لنا اللانشون والبرجر, والبرجر وال... كلها حاجات بتتخن كلها يعني والعصاير والبطاطس وال... فحضرتك تخيل هو ده هيشبعه؟ لا مش هيشبعه هيفضل ياكل كده طول النهار فتبطس تلاقي سمنه طب سمنه بصحه؟ لا ما فيش مناعه طول النهار عنده برد وطول النهار غايب من المدرسه طب في المدرسه في مشكله عنده فرط الحركه لقوا ان برده الحاجات المواد الحافظه دي بتسبب الاطفال عدم الانتباه وقله التركيز وحركتهم كتيرة في الفصل فدي تخيل حضرتك غير الحساسيه بقى دي مشكله كبيره جدا آه. يعني اطفال كتير حساسيه في صدرهم او حساسيه في الجلد حاجات ممكن انا انا شخصيا مره اخذت البطاطس كده بصيت لقيت ايه ابتدت احمر وانا مش عارفه من ايه يعني انا ما كانش عندي برده حته هل ال يعني انا اخذ كميه بسيطه هل حتى كمية بسيطة ممكن تعمل حساسيه للطفل اه ممكن تعمل حساسيه للطفل شكشكه كده او عرش او في صدره ويجيله زكام على طول ويبقى في الاخر من الاكلات اللي الام سايباه طول النهار للسهوله هي مكسله هي مش عايزه تقوم تعملها له اسهل بالظبط كده يلا روح اشتري يلا روح اشتري بالظبط كده وانت ماشي تبقى اجيب لك حاجه من المدرسه م. اما هي دي بقى المشكله غير طبعا بقى يعني بعد شويه يعني برده في الاخر السرطانات ومشاكل على الكبد والكلى دي حاجه برده بتبقى موجوده واساسيه يعني طب لو احنا هنختار مع حضرتك بقى احنا هنا بنتكلم على تقريبا 80 70 80% من حياتنا ماشيه بنفس القصه كده طمين. حاجات حتى الخضار زي ما حضرتك آه عارفه بقى مشكله يعني آه بدي أنا عايزه اعمل كده لكل الامهات بلاش اكياس مجمدة لو سمحتي جيبي ليه اكياس مجمده آه عشان السهوله السهوله طب انا ممكن اجيب دلوقتي الناس قاعده في الاسواق مفصصه الحاجات جيبيها وجمديها انت بنفسك بس التجميد لمده اسبوع مم. مش تجميد يعني انا حتى بقول ايه يعني بص حضرتك العلبه دي ممكن تتحول في البيت انا اعمل البطاطس لبنتي في البيت العصير ده ممكن اعمله في البيت من حاجات فرش من حاجات طازه فاكهه وممكن ياكل الفاكهه احسن من العصير ال 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 البرجر ده ممكن يتعمل في البيت بس لحمه لحمه ما يبقاش اه طب لو هنضطر نختار يا دكتوره في اه يعني حاجه معينه اختار على اساسها لو هضطر اه بص حضرتك اهم حاجه ان الام تيجي تشتري تشوف برضو المنتج فيها كم ايه حرف ايه تعد في ال آه آه المنتج آه المكونات اه اه المش... بالظبط كده المشكله يا اما من المستهلك يا اما من اللي بينتج الحاجه اللي بينتج عايز يكسب فبيحط اي كتير او مواد حافظه كتير فلا المنتج ده ما اشتريهوش بدليل ان اللانشون حضرتك تلاقي فيه فرق سعر بين منتج ومنتج ليه المنتج الرخيص بيبقى فيه مواد حافظه اكتر المنتج الغالي قلل المواد الحافظه وحط لحمه اكتر طب ما انا ممكن اعمل في البيت بقى الحاجات دي الاسهل طب بص حضرتك كان جايبه لانش بوكس اهو إيه 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 يعني ممكن إيه كمترايه ممكن تفه للولد إيه العيش إيه العيش البلدي الجميل الخيار البيضه الجزره عايز برجر ممكن نعمل برجر وبطاطس نعمله في البيت بس انا قصدي ليه مواد حافظه؟ طب انا انا اعمل كل حاجه وبعدين خلي بال حضرتك ان كل ما اما تلاقي مثلا في علب عصير إيه هتخلص بعد اسبوع ده حلو لكن عصير هيخلص بعد ست شهور مم. يبقى اكيد ده في مواد حافظه اكتر واكتر فدي اول حاجه في الشراء في الطبخ بقى الحاجات المجمدة نبعد عنها إحنا م. ممكن نجيب بالأسبوع ونجمد إحنا لكن إن إحنا نستسهل برضو كل ده لصحة ما أنا بتخن وبقل المناعة وبعي وغير كده بقى أشرب مية كتير المية برضو بتطرد السموم هل أنا بقول للأطفال ما تاكلوش الحاجات دي خالص إفر برضو مصمم طب نعمل يوم في الأسبوع م. ممكن خلاص عايز تاكل عايز تشرب عصير النهاردة هتشرب عصير بس ما ياخدش الباقي آه. مع العصير بقى أحط له طبق سلطة نقلل قدر الإمكان طبق السلطة هيطرد الحاجات دي مضادات الاكسده ياخد عصير برتقال او عصير ليمون وجنبيه البرجر اللي هو طلبه انا مش عايزه امنع خالص مش كل حاجه اقول لا ممنوع 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 لا انا بوازن ان انا اقلل المواد الحافظه اللي بتدخل جسمه على مدار اليوم واعادلها بالميه السلطه الفاكهه لانك اخذت برجر من بره فيعني هنلعب مع الطفل اكيد <applause> الأستاذة الدكتوره شكرا يا دكتور الاستاذه الدكتوره شيرين غالب استاذ الطب الشرعي والسموم بجامعه القاهره ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم بجامعه بني سويف احنا بنشكرك يا دكتور ميرسي يا دكتور احمد قبل ما تمشوا من المطعم او السوبر ماركت بصوا على العلبه وشوفوا نسب المواد الاضافيه ولو لقيتوها في الحدود الامنه اللي اتكلمنا عنها ابقوا اشتروها وانتم مطمنين لو لقيتوها غير كده سيبوها وامشوا بدون تفكير بلاش تغامروا بصحتكم حلقتنا خلصت بس موضوعاتنا وأفكارنا متجددة نشوفكم علي خير إن شاء الله